أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي أمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا التسجيل الجديد، هذه المرة سوف يكون تطبيقات حول الجمل البسيطة والجمل المركبة. ستكون هناك ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة. إذن مع السؤال الأول مباشرة، يقول السؤال: حول الجمل التالية إلى جمل مركبة. إذن فهذه جمل بسيطة، سوف نجتهد في تحويلها إلى جمل مركبة. كيف علمنا أنها جمل بسيطة؟ نتأكد من ذلك زيادة للفائدة. إذن أفضل المراجعة صباحا. أفضل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أين الفاعل؟ لا ننسى الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ماذا أفضل؟ المراجعة. مراجعة مفعول به منصوب وعلامة رسم فتحة ظاهرة على آخره. متى؟ صباحا. إذا صباح ظرف زمان منصوب مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. إذا تلاحظون العناصر، عناصر ثلاثة لهذه الجمل هي عناصر بسيطة، ليست هناك جملة في جملة مكونة لأحد العناصر الثلاثة، وبالتالي فهي جملة بسيطة. يجتهد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. المجد فاعل مرفوع، رغبة المفعول لأجله. لماذا رغبة المفعول لأجله منصوب؟ لأننا نستطيع تحويلها فنقول يجتهد المجد من أجل النجاح. إذن رغبة المفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، في النجاح جار ومجرور. إذن أيضا هذه جملة بسيطة، والجملة البسيطة والجملة المركبة ليست بالطول. بعض التلاميذ يعتقد أن الجملة الطويلة هي جملة مركبة، والجملة القصيرة هي جملة بسيطة. هذا خطأ كبير. فالجملة البسيطة هي التي عناصرها، هي التي كل عناصرها كلمات. والجملة المركبة حتى ولو كانت قصيرة فيكون أحد عناصرها جملة اسمية أو فعلية. رأيت زورقا غارقا. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زورقا طبعا مفعول به منصوب، غارقا نعت أو صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف. إذا غارقا صفة منصوبة وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. رأيت الزورق يغرق. إذا تلاحظون الزورق هنا معرفة. إذا رأيت نفس إعراب، نفس الإعراب، رأى فعل ماضي ومبني على السكون اتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة فاعل. الزورقاء أيضا مفعول به منصوب، لكن غارقا هنا حال وليست صفة. لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، وغارقا هنا لم تتبع الموصوف. إذا تلاحظون أن هذه الجمل كلها جمل بسيطة، فالآن نحولها إلى جمل مركبة. إذا نذهب إلى الجواب الأول، لاحظ: أفضل أن أراجع صباحا. كانت الجملة أفضل المراجعة صباحا. إذن المراجعة لاحظتم أنها مصدر صريح، راجع يراجع مراجعة. إذن حولنا، يكفي أن نحول المصدر الصريح إلى مصدر مؤول، أي إلى جملة فعلية، فتصبح الجملة جملة مركبة. إذن كيف أنها جملة مركبة؟ لأن نلاحظ أن المصدر الصريح تحول إلى مصدر مؤول، والمصدر المؤول هو جملة فعلية. المصدر المؤول هو جملة فعلية. وهناك ملاحظة بسيطة بالنسبة للتلاميذ الممتحنين في شهادة نهاية مرحلة التعليم المتوسط، في الإعراب لا بد أن تقول لما تعرب أن أراجع، لا تكتفي بالقول أنه مصدر مؤول فقط، ولكن تقول: والمصدر المؤول أن أراجع جملة فعلية. فلا بد أن تقول جملة فعلية، وإلا سوف تحذف منك بعض أجزاء النقاط. إذن
أفضل فعل ماضي كما رأينا من قبل، وفاعلها مستتر، وأن أراجع جملة فعلية هي التي جعلت هذه الجملة كلها جملة مركبة. بالنسبة للجملة الثانية، يجتهد المجد رغبة. إذا لم يتغير شيء في هذه الجملة ما عدا الجار والمجرور، فغيرنا في النجاح بالمصدر المؤول أن ينجح. إذا أن المصدرية حرف نصب، وينجح فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والأمر نفسه في هنا أداة نصب مصدرية، وأراجع فعل منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. رأيت زورقا يغرق، هنا يجب التركيز، لاحظ رأيت زورقا يغرق، وهنا رأيت ال، إذن رأيت الزورق يغرق. إذن هنا الكلمة نكرة بينما الثانية معرفة، ويوجد جملة فعلية بعدهما. إذن هنا نحتاج إلى القاعدة، هذه القاعدة يجب أن تحفظ، وهي أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. أي أنه إذا رأيت جملة وقد سبقت بنكرة فاعرف تلك الجملة صفة أو نعتا، وإذا رأيت جملة سبقها معرفة فاعرفها حالا. أعيد، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نطبق القاعدة فنلاحظ زورقا كلمة نكرة، إذا جاءت بعدها جملة، إذا فهذه الجملة تعرب صفة. إذا حولنا غارقا من كلمة إلى جملة، وبالتالي أصبحت جملة مركبة بسبب تغيير الكلمة المفردة بجملة فعلية. إذا يغرق جملة فعلية، يغرق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، والفعل ضامن مستتر تقديره وهو. الجملة الفعلية يغرق في محل نصب، لماذا قلنا نصبا؟ لأن ما سبقها منصوب، يعني صاحب الحال وهو زورقا جاء منصوبا. إذن جملة فعلية في محل نصب نعت أو صفة للزورق. رأيت الزورق يغرق، إذن الجمل بعد المعارف أحوال، هنا جملة صفة وهنا جملة حال. إذن والجملة الفعلية بعد أن نعرف أنها فعل وأنها فاعلها مستتر، نقول الجملة الفعلية يغرق في محل نصب حال. أعيد آخر مرة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذن حولناها من جمل بسيطة إلى جمل مركبة، وهكذا تفعلون أنتم إذا طلب منكم في الامتحان، مختلف الامتحانات سواء اختبارات أو فروض أو نهاية التعليم المتوسط. مع السؤال الثاني، سؤال اعرب الجمل التالية إعرابا تاما. إذن سأقرأ هذه الجمل، وحاول عزيزي المتابعة والمتابعة أن تبدأ في إعراب هذه الجمل. إذن الناس سواسية كأسنان المشط، وهذا حديث نبوي شريف. يقف الحجاج بعرفة وهم محرمون. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، آية كريمة في سورة النحل. يكتب الصحفيون المقالات بغية أن ينشروها. اشترى لوحة جميلة ألوانها دافئة. أعتقد أن جزءا كبيرا من المتابعين استطاع أن يتعرف على إعراب هذه الجمل، ولا بأس أن نذهب إلى الجواب حتى نؤكد على هذا الإعراب. إذا نبدأ مع الجملة الأولى والثانية. الناس سواسية كأسنان المشط. الناس مبتدأ مرفوع، لماذا مبتدأ؟ لأنه اسم، ولأنه في بداية الكلام، ولأنه مرفوع، ولأنه معرف. إذا توفرت فيه الشروط الأربعة فهو مبتدأ. إذا مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره، سواسية خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نستطيع أن نكتفي بهذا فنقول الناس سواسية، لكن نضيف الجار والمجرور فنقول الكاف حرف تشبيه، وجر التشبيه هو معنى الحرف، والجر هو عمل الحرف. إذن حرف تشبيه وجر، أسناني اسم مجرور بالكاف وعلى مجره كسرة ظاهرة على آخره، وهو مضاف
والمشط مضاف إليه في محل جر. يقف الحجاج بعرفة وهم محرمون. إذن بالنسبة للجملة الأولى الحديث النبوي الشريف هي جملة بسيطة لأن عناصرها كلمات مفردة، لكن الجملة الثانية سنرى إن كانت بسيطة أم مركبة. إذن يقف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، بعرفة جار ومجرور، والواو واو الحال، وهم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، محرمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الإسمية، إذا لاحظ وجود جملة إسمية ثانية وهذا ما يدل على أن هذه الجملة جملة مركبة. إذا والجملة الإسمية وهم محرمون في محل نصب حال، في محل نصب حال للحجاج، والحجاج هو والحجاج هم صاحب الحال. إذا أدركتم أن هذه جملة مركبة. وإلى الجمل الأخرى، اشترى لوحة جميلة ألوانها دافئة. اشترى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لوحة المفعول به منصوب طبعا، وجميلة صفة، لوحة المفعول به منصوب وجميلة صفة. لاحظ الجملة بعدها ألوانها دافئة، نستطيع أن نستغني عن كل هذا ونقول ألوانها دافئة، وألوانها دافئة هي جملة اسمية لأنها ابتدأت بمبتدأ، ألوان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه، دافئة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لاحظ معي الجملة ألوانها دافئة ماذا وصفت؟ إذن وصفت اللوحة الجميلة. إذن هنا عندنا صفة مفردة وهي جميلة، وعندنا صفة أو نعت جملة، إذن فهذه الجملة كلها جملة مركبة لأن أحد عناصرها جاء جملة. إذن اشترى لوحة جميلة ألوانها دافئة، هذه جملة مركبة، السبب لأن أحد عناصرها وهو الحال، عفوا وهو الصفة، هو الصفة الثانية، النعت الثاني جاء على شكل جملة اسمية. نذهب إلى الآية الكريمة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن قال فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره لفظ الجلالة، هكذا يجب أن نقول، نقول لفظ الجلالة لا نقول الله، بل نقول لفظ الجلالة فاعل، وهذا تأدبا لله سبحانه وتعالى وتأدبا مع لفظ الجلالة. إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لا، يجب أن ننتبه لهذه اللام هنا، لام ألف، يجب أن ننتبه إليها لأن هناك أنواع كثيرة من هذه اللام. إذن لا، ماذا فعلت هنا؟ ما هو عملها؟ لا تتخذوا، إذن نلاحظ أن الفعل المضارع بعدها جاء مجزوما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو بواو الجماعة أو بياء المخاطبة، وتكون علامة رفعه ثبوت النون وعلامة نصبه وجزمه حذف النون. إذن هنا النون محذوفة، إذن فنستنتج أن هذه اللام لام ناهية لأنها تنهي لا تتخذ وجازمة، فالنهي هو معناها وعملها الإعرابي هو الجزم. إذن لام ناهية جازمة، تتخذ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إلهين مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. والجملة الفعلية، إذن لا ننسى أن نقول والجملة الفعلية لا تتخذ إلهين اثنين في محل نصب مفعول به. لماذا هي في محل نصب مفعول به؟ لأنها جملة مقول القول، لأن ما الجملة التي قالها الله سبحانه وتعالى؟ هي لا تتخذ إلهين اثنين. إذن الجملة الفعلية لا تتخذ إلهين اثنين هي جملة فعلية في محل نصب مفعول به، وبالتالي فإن هذه الآية الكريمة هي جملة مركبة. إذن ما الجملة الأخرى؟
يكتب الصحفيون المقالات، إذا يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وعلى آخره، الصحفيون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، المقالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن بغية، إذن بغية هنا مفعول لأجله، لماذا؟ لأن نستطيع تغييرها بكلمة من أجل، فنقول يكتب الصحفيون المقالات من أجل أن ينشرها. ونحن تكلمنا في تسجيل سابق ولا شك أنك أخذت جملة المضاف إليه في المؤسسة، فنقول بغية مفعول حلت محل المفعول لأجله، فهي إذن أن ينشرها مفعول لأجله، وأن ينشرها جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، ولكن يجب أن نعرف هذه الجملة إعراب التفصيل، فنقول أن حرف نصب مصدري ينشر فعل مضارع، أن ينشروها فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وواو الجماعة في محل رفع فاعل، والجملة أن ينشروها في محل جر مضاف إليه. إذا ننتقل إلى السؤال الآخر، إذا السؤال الثالث وهو نص، نقرأ هذا النص ونحاول إعراب هذه الجمل. طبعا لماذا جئت بالنص والجمل داخل النص؟ لأن إعراب الجمل لوحدها يكون سهلا نسبيا، لكن لما تعرف الجمل داخل النص فهذا هو الأفضل. نقرأ النص: نعيش حياة دروسها كثيرة، لا يحتاج معها الإنسان إلى معلم ولا إلى شرحين، فقد علمتني الحياة كثيرا. إذا نعرف هذه الجملة، يجب أن عند إعراب الجمل يجب أن نرى ما قبلها وما بعدها، فنقول نعيش حياة، نعيش فعل مضارع والفعل مستتر، وحياة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخرها، دروس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه، وكثيرة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والجملة الإسمية دروسها كثيرة في محل نصب الصفة، صفة لمن أو صفة لما؟ للحياة، إذن الحياة مفعول به وهو موصوف، ودروسها جملة فعلية في محل نصب صفة. لنواصل القراءة فنقول: فقد علمتني الحياة كثيرا، علمتني طفلا وشابا، كما علمتني كهلا وشيخا، ولا تزال دروسها تتوالى دون انقطاع، وأحداث الطفولة كثيرة. إذا اعرب هذه الجملة فنقول: أحداث مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. لماذا هو مضاف؟ لأنه كلمة نكرة وجاء بعدها كلمة معرفة، إذن فهي مضاف ومضاف إليه. إذن أحداث مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، الطفولة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة وعلى آخره، كثيرة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وهناك ملاحظة يجب الإشارة إليها، فبعض التلاميذ يخطئون عندما يقول يظنون أن أحداث الطفولة هذه جملة اسمية، فيقولون أحداث الطفولة جملة اسمية في محل رفع مبتدأ. هذه ليست جملة اسمية، لأننا نستطيع الاستغناء عن الطفولة فنقول الأحداث كثيرة. إذا الأحداث مبتدأ وهو مضاف، الطفولة مضاف إليه. نواصل: وكل طفل وسلوكه، ويحضرني منها أمور أحب أن أذكرها. طبعا هذه جملة طويلة نسبيا لا يمكن أن تعطى لكم، لكن نحن نتدرب الآن على الإعراب. ويحضر، إذن يحضر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يحضر من؟ يحضرني أنا، إذن أنا عبر علي الياء فهي في محل نصب مفعول به. طبعا منها جار ومجرور، أمور فاعل، فاعل مؤخر. يحضرني، ماذا يحضرني وماذا تحضرني؟ تحضرني أمور، إن أمور فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أن أداة نصب مصدرية، أذكر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره،
وفاعل مستتر تقديره أنا وهو مضاف لها مضاف إليه. والجملة الفعلية لازم يعني لا يجب أن تركز، والجملة الفعلية أن أذكرها في محل نصب مفعول به لأي فعل للفعل أحب. والجملة الفعلية أن أذكرها في محل نصب المفعول به أحب. ماذا أحب؟ أحب أن أذكرها. وأولها أن الطفولة حقا عالم الطهر والبراءة، لا تعقيد فيها ولا التواء ولا غش ولا خداع ولا كذب ولا تضليل، ويعبر الأطفال عما في نفوسهم بصراحة، ويتقاسمون طعامهم بسماحة. وأذكر أني افتقدت يوما في مكتب القرية لوحي الملون. طبعا لا ترون هذه الجمل طويلة فتحسون بأنها صعبة، أبدا، هي جملة بسيطة سهلة يجب أن نتعامل معها. إذن أذكر هي عفوا جملة مركبة، ليست جملة بسيطة، لكن أقصد أنها سهلة وسلسة. أذكر أني، إذن أني طبعا أني هي مركبة من أن ومن الياء. إذا أن حرف نصب وتوكيد، والياء ضمير متصل بالعين السكون في محل نصب اسم أن. إذا هذه الياء جاءت في، من المفروض أن نقول أن محمدا افتقد مثلا، لكن أتكلم عن نفسي فأقول أني. إذا هذه الياء حلت محل اسم أن. إذا افتقد فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة فاعل. إذا يوما ظرف زمان مفعول فيه، في مكتبي جار ومجرور، لقريتي إذن في حرف جر، مكتبي اسم مجرور بفي، وعلامة جرك الظاهرة على آخره وهو مضاف، والقرية مضاف إليه. إذن ماذا افتقدت؟ افتقدت لوحية. إذن لوحية مفعول به مصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو موصوف، والملون صفة للوحة منصوبة علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجب أن أتذكر أن هذه جملة اسمية في محل نصب مفعول به. مفعول به لماذا؟ مفعول به للفعل الذي سبقه وهي أذكر. إذن ماذا أذكر؟ أذكر أني افتقدت لوحي الملون. إذن والجملة الاسمية أني افتقدت يوما في مكتب القرية لوحي الملون في محل نصب مفعول به. ويبقى لنا هذه الجملة وهي أن يسألني، لكن يجب أن تلاحظ ما سبقها. إذا سبقها دون، ودون هي من الكلمات التي إذا جاءت بعدها جملة فإنها تعرب جملة في محل جر مضاف إليه. إذا أن يسألني لا شك أدركت أنها جملة فعلية سبقتها أن الناصبة المصدرية، لكن يجب أن تقول في محل جر مضاف إليه لأنها جاءت بعد الكلمة دون. إذن إلى هنا ينتهي هذا التسجيل. آمنوا من الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لكل المتابعين والمتابعات، وأرجو من إخواني وأخواتي أن يشتركوا في هذه القناة، وأن ينشروا هذا التسجيل وغيره من التسجيلات، ويعجبوا به من أجل نشر هذا الخير إلى أكبر قدر من المحتاجين لهذه التسجيلات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.